مبروك للجيم، هيدا اول جيم للمنتخب اليوم ببطوله غرب اسيا. شفناك فتت اوف ذا بنش وغيرت الجيم كله، حطيت 4-3 بوينتس ورجعتوا ربحتوا الجيم. كيف كنتم محضرين؟ بعرف بتحضيرات شوي قليله. هلا هي للتحضيرات ما حضرنا كثير، كان عندنا بس تمرينين لانه طولنا شوي بالفاينلز، فخلصنا وتمرنا تمرينتين كانوا كثير سريعين. ما كثير حكينا اوفنس، حكينا ديفنس، كيف بدنا نجرب نركب الكيمستري قد ما فينا. الكوتش كان اهم شيء عنده انه ستيك توجذر، لانه ما عندنا تايم تو بريبير لا ديفنس ولا اوفنس، فاهم شيء هو تو بيلد ذا كيمستري. الكيمستري بتجي من روح انه تو فايت فور وان تيم اللي هو لبنان. هلا انا الحمد لله الله وفقني، فتت غيرت الجيم. This is what I do. يعني أنا كل السنة وإنه my whole career كان إنه foot off the bench، غير الجيم شوي أرجع أطلع. هلا الكوتش شوي ما كتير أنا وياه بنعرف يعني بعض، so تركني كتير وقت طويل. أنا ما بعرف إذا this is my game، so it's new to me وبدي أتعود شوي على الكوتش، وبس فرجيته إنه I can come off the bench and step up، والحمد لله الله وفقني. يعني هي القصة بالتوفيق. Thank you أمير، مبروك.